السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالبة سحر زيدان شليب قسم البرامجيات مرحلة رابعة. تقرير بعنوان Message Passing Interface لمادة معمارية الإنترنت والبروتوكولات بإشراف الأستاذ أحمد الحسيني. Message Passing Interface راح نطرق للمفهوم العام إلها. Message Passing Interface هي واجهة تمرير الرسائل، تستخدم كل التطبيقات لتسهيل عمليات التواصل للتطبيقات فيما بينها بواسطة يعني تبادل الرسائل. هو يعتبر بروتوكول اتصال لبرمجة أجهزة الكمبيوتر المتوازية، ويدعم الاتصال من نقطة إلى نقطة أخرى، اتصال يعني الإرسال والاستقبال، وأيضا هو واجه للتطبيقات بالإضافة إلى خصائصه يعني كبروتوكول. الأهداف من الـNBI هو الأداء العالي وقابلية التوسع وإمكانية التنقل. إن الـNBI هو اعتبره يعني مكتبة قياسية، يعني المنتدى اللي يضم أكثر من 40 منظمة أو وثائقيون وباحثين ومطورين، جعلوا أن الـNBI هو مكتبة قياسية. بالإضافة إلى أنه المسج باسنج إنترفيس هو اعتبر الآن أنه الوحيد المستقل عن البائع، واعتبره كأنه أفضل أداء على ال HPC يعني على الأجهزة المتوازية، حوسبة المستخدم في الحوسبة عالية الأداء ال HPC. بذلك هو اعتبر النموذج الشائع والمستقل في هذه التطبيقات. الخصائص المسج باسنج انترفيس انه هو عبارة عن واجهة تمرير الرسائل، ايضا هي يعتبر خصائص المطورين والمستخدمين. والمسج باسنج انترفيس هو ليست يعني مكتبة يعني باعتباره كمكتبة، ولكن يعتبر صفاته وصفات مكتبة. مثلا انه احنا نستدعي عدة مكاتب بي، او المكاتب الخاصة لتنفيذ اكواد او تنفيذ اعازات مثل الهاش انكلود وغير هذه الاشياء، يعني المكاتب اللي نستدعيها بالإضافة إلى الثوابت. هذه الهاش انكلود وهذه تسمى ملفات ترويسية، يعني موجودة بمقدمة كل برنامج. بالإضافة إلى أن الـNBI يعتبر يعالج بالمقام الأول، يعالج بالمقام الأول قلنا نموذج البرمجة المتوازية التي تمر بالرسائل، ويتم نقل البيانات من مساحة العنوان لعملية واحدة إلى عملية أخرى. وأن الهدف من الـNBI هو توفير معيار يستخدم على نطاق واسع لكتابة برامج مرور الرسالة. ومحاولات الواجهة ممكن أن تكون براكتيكال عملية أو فعالة أو مرنة أو محمولة. بالإضافة إلى أن الـNBI هو توجد عدة نسخ، ولكن النسخة الشائعة إلى الـNBI 3.x. خصائص الانترفيس ممكن ان يعني تعرف من السي او الفورتان 90 لانجويج مثل السي بلس بلس، يبدا من الـNBI 1 الى الـNBI 3. الـNBI 3 ايضا يعني يتوفر ويدعم من الفورتان 2003 و 2008. بالاضافة الى انه النقطة الاخيرة يقول الـNBI هو يحتوي يعني تنفذ مكتبة تنفذ عدة نسخ، والنسخ هذه مختلفة، ولازم أن يكون المطورين والمستخدمين على دراية بهاي الاختلافات وهذه النسخ. هسه أسباب استخدام الـNBI. عندنا أولا الـNBI هو مكتبة تمرير الرسائل الوحيدة تعتبر معيارا، وهو يدعم على جميع منصات الـ HPC. عندنا ثانيا قابلية التنقل، يقول ليس هناك حاجة لتعديل كود المصدر الخاص بك عندما تقوم بنقل تطبيقك إلى نظام أساسي مختلف يدعم معيار الـNBI، أي أن عند نقل الكود من واجهة إلى واجهة أخرى أو إلى تطبيق آخر ما يحتاج إحنا نعدل به حتى يلائم التطبيق الثاني، بما أنه هو يكون التطبيق يدعم الـNBI بصورة عامة. عندنا فرص الأداء، يقول يجب أن تكون تطبيقات البائعين، يعني البائعين هنا نقصد بهم أن المطورين اللي يطورون على الواجهة، قادر على استغلال ميزات الأجهزة الأصلية لتحسين الأداء. مثل شنو؟ مثل تنفيذ الخوارزميات بشكل مجاني. يعني أن واجهة المستخدم هي طبعا أول يعني ما اكتشفوها أو أول ما سووها، انه هي بها خصائص بها مميزات، ولكن المطورين يضيفون عليها لتحسين الاداء مثل ما قلنا.
وقابلية توسيع وإمكانية التنقل بأفضل وأسرع. لذلك يجب أن يستغلون المميزات الموجودة أصلا حتى يكون بشكل أسرع. الوظائف يقول هناك أكثر من 430 إجراء محدد في الـ MBI 3، والتي تتضمن غالبية تلك MBI 2 والـ MBI 1. والتوفر يقول تتوفر مجموعة متنوعة من عمليات التنفيذ سواء للبائع أو المالك العام. وهسه هذا مخطط أو صورة توضح أن نموذج للمسج باسنج انترفيس. يقول هناك مجموعة من المهام التي تستخدم ذاكرتها المحلية أثناء الحساب، وممكن أن توجد مهام متعددة على نفس الجهاز وكذلك عبر عدد عشوائي من الأجهزة. يعني قلنا سواء الأجهزة اللي مرتبطة يعني تطبيقات أو المهام اللي على جهاز واحد أو على عدة أجهزة، ولكن يعني تكون على نفس الشبكة. بالإضافة إلى أن تبادل البيانات من خلال الاتصالات عن طريق إرسال واستقبال الرسائل، ويتطلب نقل البيانات عادة تنفيذ عملية تعاونية في كل عملية. يعني لازم يكون عملية استقبال، عملية إرسال تكون لها عملية استقبال مطابقة. وبالأخير سؤال: What mean the MBI and what is Gov؟ والمصادر. وشكرا جزيلا.